أرحب بالموجودين بيننا وعبر الزوم، وخاصة الذين أتوا من غير بلدان أوروبية ليحضروا، من غير بلدان هنا أوروبية يعني جيران، ليحضروا هذا اللقاء من بلاد الانتشار. ونذكر من البلدان، إذا نسي حدا، المغرب معي؟ معنا حدا من المغرب؟ نعم معنا أستاذ علي طالب من المغرب. ولبنان والعراق والمكسيك والولايات المتحدة، اسمها الولايات المتحدة. إيطاليا كمان اسمها. أستراليا. صح أستراليا. أهلا بكم في هذا اللقاء أو نداء 11 تموز الاغتراب. إن خطوة رحلة الألف ميل تبدأ بالخطوة الأولى. الوصول إلى الهدف الذي يسعى إليه الإنسان يحتاج إلى اتخاذ الخطوة الأولى التي تدفع الإنسان إلى نقطة البدء في العمل، لأنه دون خوض وتحديدا منذ اتفاق الطلب. يا مسؤولين ما تعلمونا شو بدنا نعمل نحن، نحن بدنا نزرع، ما بدنا نزرع، نحن بدنا مصرياتنا. إننا اليوم جميعا أمام مسؤولية تاريخية ووطنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان وسقوط الهيكل على رؤوس الجميع. ولا يمكن أن نقف مكسوفي الأيدي ونلطم وجوهنا بالحائط ونرى ونسمع أن وطننا الحبيب يحترق أو على حافة الانهيار الشامل. لابد من فعل شيء وكما يقال بحسب اسم الخالد. وهذا الاجتماع أو نداء 11 تموز الاغترابي الاستثنائي في مرحلة استثنائية يمر بها الوطن بمقيميه ومغتربيه هو لنصرة الوطن وتقديم ما يمكن من اقتراحات وآراء يمكن تنفيذها، وليس لتبقى حبرا على ورق أو لنلتقي صورة تذكارية. الوقت يداهمنا والخطر على الأبواب، ومن الضرورة أن نكون السباقين لمواجهة الأخطار والمنزلقات التي تتربص بلبنان. ولن يفيدنا الوقوف على الأطلال والبكاء على الأمس الجميل وتحميل المسؤوليات وتوجيه الاتهامات لهذا أو ذاك من هذه الطبقة وهي كلها مسؤولة عما حصل. كل ما نطلبه من المسؤولين في الدولة ومن الحكومة أن لا تتعاطى مع المغتربين بعقلية البقرة الحلوب، بل باحترام وشفافية وتقدير لتضحياتهم ولطاقاتهم وإمكانياتهم التي لطالما ضخت إلى البلد بالمال والخبرات وهم على استعداد للمساهمة في ورشة الإنماء والإنقاذ وتقديم ما يمكن من دون تردد أو تباطؤ أو تكابس. أقترح على حضرتكم تشكيل لجنة اغترابية ذات ثقة عالية تعمل على تشجيع الاستثمار في الوطن في مشاريع وخدمات حيوية وإنتاجية في لبنان، ليتم ترجمتها بإشراف هيئة منتجة تقدم اقتراحات عملية، لأن زمن الأقوال من دون أفعال ولا من غير رجعة. عشتم وعاش لبنان. شكرا. بلشت الطوادر هيدي الأزمة مع الظهور
تقرير ستاندرد اند بول الشهير وبلش يعني بايلول 2019 وبلش من وقتها ينزل تصنيف لبنان لحتى وصلنا للتصنيف في سي بلس ورجع صار سي ماينس بس وصل التصنيف هيك بدا يعني واعي انه الامور ستذهب الى الانهيار والامور رايحه الى المزيد من السلبيه والى مزيد من الخطر. الازمه بلشت فعليا فتره 2015 2016 وقتها حاكم مصرف لبنان قام بعمليه اذا بدكم اللي سموها الهندسه الماليه. ما فينا نسميها هندسه ماليه بالكلمه الحقيقيه لانه الهندسه الماليه كانت اختصار لعمليه استدانه واسعه النطاق من المصارف المحليه ضربوا من المصارف المحليه تجيب مصريات موضعه في الخارج وترجع تستثمرها مع مصرف لبنان. مصرف لبنان اخذ هالمصاري اللي قدرت ب 12% من ودائع وقتها وقعد دفع على السوق وطول الازمه من جديد واضافه لانه كان يعمل بشكل دائم ومستمر على تثبيت سعر النقد يعني ثبت سعر الليره الامر اللي كلفه بخلال 10 سنوات اخيره مبلغ 40 مليار دولار. فهو كان كافي هذا الشيء للوضع اللي نحن وصلنا عليه وللوضع النقدي الخطير. ما رح فوت بهالتفاصيل بس رح خبر شو صار. اذا بدنا نحسب الخسائر اللي موجوده بمصرف لبنان اللي كانت مقدره باخر ايام يعني نحن بحوالي سبتمبر 2019 كانت الخسائر بمصرف لبنان تقدر بوقتها ب 123 مليار دولار، يعني ما عم نسميها خسائر عم نسميها ايجار. الاموال الخارجيه غير متوفره في لبنان اللي مش عارفين على شو انصرفت، هلا تقدر الخسائر بحوالي 100 و154 مليار 252 مليار ودائع، يعني الرقم الحقيقي اللي هو موجود هو مليارين دولار اضافه عن الودائع طايرين. نحن واجهنا مشكلة انه رحنا على صندوق النقد الدولي، الا بنعرف انه لما نروح على صندوق النقد نحن بصير في مثل قطع حساب، بدهم حسابات حقيقية مقطوعة لحتى يقبلوا هن يعطونا، نحن رح نطلع ما في قطع حساب، لما على العكس نحن دولة غريبة من نوعها، في خلاف داخلي نحن وقت رحنا على صندوق النقد، الخلاف الداخلي هو هل نحتسب ما تطلبه المصارف من اموال لقاء اموال هي عطيتها على شكل قروض للقطاع الخاص وللمستثمرين الانديفيدجوالز يعني والمؤسسات ولا يعني المؤسسات والافراد يلي مقدره ب 35% من الودائع ام تعتبر هذه الاموال راحت؟ لحديت هلا نحن عملنا وقف للعقود يعني نحن من ست اشهر لهلا ما في دفع بالمصارف المحلية إعادة القروض وتثبيت القروض يعني هول 35% في خطر. المشكلة اليوم وين؟ المشكلة اليوم إنه هل كل الأموال اللي داخل المصارف راحت يما بعدها موجودة؟ يعني المحصلة والنتيجة اللي عم نشوفها كل يوم نحن عم نشوف إنه الأموال ذهبت والأصدع دليل إنه لا يجري الإعطاء سداد الودائع الا بالليره اللبنانيه. يلي تطور من 17 تشرين لليوم نحن عايشين 17 تشرين يعني 17 تشرين على بكره قبل ما تبلش الثوره نفس النهار كان في عندنا بالسوق المحليه 3 مليار دولار متوفرين للتعامل و 5000 مليار ليرة لبنانية. نحن اليوم شو عنا؟ عنا 20 30 مليون 40 مليون دولار يلي عنا يجب التداول فيهم وبالمقابل في عنا 19 ألف مليار ليرة. يعني نحن قمنا كمصرف لبنان مشان يعني طبعا بلبنان كمصرف لبنان قام بضخ مبلغ حجمه 15 14 ألف مليار وسحب الدولارات انسحبت الدولارات اما راحت على بيوت العالم واما حول جزء منها الى الخارج واما اعيد جزء الى مصرف لبنان. الشيء اللي بشك فيه لانه مصرف لبنان عمل على ضخ 800 مليون دولار كل شهر في السوق المحلي 400 مليون تروح على المصارف و400 مليون تروح على الصرافين وكل هالاموال جرى شفطها من السوق وتحويلها للخارج
شراء سرع وتمويل بعض الاحتياجات ولا اجراء بعض الودائع داخل المنازل وفي المؤسسات، وما رجع شيء منهم على صرف الدائن. يعني كان يشتغلوا صرافين كادوات لضخ الدولار في السوق، والمصارف ادوات كمان لضخ الدولار في السوق. كل هالشيء توقفوا. هلا في 11,000 مليار موجودين. اوكي. نحن هلا نحن مشاركين تقريبا حوالي 25 دولة. اكيد نحن ما مش حيكونوا كلهم هون، لان بسبب الكورونا جاي قسم، حنكون حوالي 16 شخص هون او 17 ماكسيموم، بس البقوي حيكونوا مشاركيننا من بالزوم، عبر الزوم، من السعودية، من دبي، قطر، الكويت، البحرين، المغرب، من امريكا، من المكسيك، من لوكسمبورغ، من هولندا، من عدة بلدان بالحقيقة، من أبيجان، من أفريقيا، من عدة بلدان، من حوالي 25 دولة يعني مشاركين معنا اليوم عبر الزوم أو عبر هون يلي موجودين. نحن جينا من فرنسا كلجنة ورئيس وأمين عام رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين تنشارك بهالملتقى. هو ما حيكون لا مؤتمر ولا حيكون تجمع، حيكون ملتقى تنصرخ بنداء، ونسميه اليوم نداء 11 تموز 2020، مشان تندعي جميع الاغتراب اللبناني يجي بإعان لبنان مالياً واقتصاديا. لبنان بوضع اليوم بإعاز كل شعبه الموجود بلبنان وكل شعبه الموجود برات لبنان. الوضع بلبنان ما بقى محمول ابدا، بس القوة يلي موجودة برا بتخلص لبنان، ولبنان ما بيموت على اساس لبنان من اغنى مراكز بالعالم. اليوم لبنان انجر على مشاكل مالية، على مشاكل اقتصادية. ما حندخل اليوم بالاجتماع ابدا بالقضايا السياسية، لان كل الناس بتعرف شو صاير على الارض بوقت الحاضر. نحن جينا اليوم مشان تنقدر نفرض ونعطي اراء بمواضيع كيف بدنا نشجع البنوك ترجع تدفع اموال المودعين، كيف في مجال نقدر نرجع اكثر شيء. عم ناخد امثال باوروبا، ببلجيكا، بفرنسا، شو صار وقت في اموال منهوبة. نطالب الدولة تعمل امنستي على مدة 6 شهور 8 شهور، مشان يلي عنده اموال منهوبة ياخد على عاتقه ويرجعها بهالوقت. هذا يلي بيرجعون بهالوقت بهال8 شهور بفرنسا كانوا يسامحوه، ونحن ما حنقول انه كانت هيدي اموال منهوبة، حنقول للكل انه هيدي اموال الشخص بذاته حب يوهبها للبنان من جديد. على كل حال البلدان كلها برا بدنا ناخذ مثل عليها ونطبق يلي بيتطبق بلبنان. بدنا نجي باراء تكون كونكريت نقدر نشتغلها على الارض، ونشوف بين بعضنا كيف في مجال يرجع يقوم هالبلد، وهذا البلد بده يرجع يقوم سان فوت، لانه غني، عنده اراضي، الدولة يلي هي ذات سوفرين من مصرف لبنان للدولة مصرية بترجع اذا بعض السياسيين بيقبلوا انه هالموجودات يلي في لبنان يقدروا تتوزع وتنتج اموال مشان نقدر نرجع يلي لازم. نحن من بروكسل نحضر الى ملتقى للمغتربين اللبنانيين ونحن معهم لمناقشة القضايا الأخيرة في شعبنا في لبنان، والأزمة المفتعلة اللي صارت من قبل أشهر ولحد الآن ما انحلت. نعلن تضامننا، وإحنا من أصل عراقي وكنا مصرين أن نحضر هذا اللقاء، وقادمين من مدينة ليج مقر منظمتنا المنظمة الأوروبية والعربية للتبادل الثقافي، ومع قناتنا قناة أوياك تي في البلجيكية. نعلن تضامننا مع الشعب اللبناني، ونحاول أن تكون
حضورنا بهاي المناقشات في سبيل إيصال صوت الحق للجالية اللبنانية في أوروبا. والحقيقة شفنا كثير من الشخصيات المهمة اللبنانية اللي وصلت من جميع دول أوروبا، من باريس، من فرنسا، من هولندا، من لوكسمبورغ، من ألمانيا، إضافة للدول الأخرى، واللي ماذا يكون حاضر راح يكون إلى لقاء مع باستخدام تطبيق الزوم مع أغلب الجاليات اللبنانية في معظم دول العالم. شكرا جزيلا، ونتمنى التوفيق. والحقيقة حضورنا احنا كعراقيين في هذا الملتقى حسينا بأن المشكلة هي نفسها في العراق وفي لبنان. نتمنى التوفيق إلى شعبنا في لبنان، نتمنى التوفيق إلى شعبنا في العراق، ونتمنى التوفيق لكل الدول العربية. شكرا جزيلا. مؤتمر اليوم مؤتمر 11 تموز، هيدا مؤتمر اغترابي لكل المستقلين اللبنانيين الموجودين بالاغتراب اللي هم عم بيعانوا من اللي عم بيصير ببلدهم. هيدي صرخة بس لحتى نقول لأهالينا بلبنان انه هن منهم مقطوعين، انه هن عندهم ناس برا ضعف الموجودين هن بلبنان، وهن منهم نسينهم وعم بيشتغلوا ليل ونهار لحتى يحلوا مشكلة لبنان. وهيدا المؤتمر مؤتمر حقيقة ارتجالي وعاطفي فينا نقول، لأنه هيدا مؤتمر قرروا اللبنانية اللي بحبوا بلدهم من كل الانتماءات من كل الجهات يلتقوا اليوم، ما كلهم، شي كان على السكايب وشي كان على الزوم وشي كان موجود، بس لحتى يعني نقول موقف مهم بلبنان عن انه نحنا بدنا بقى ضلنا نحنا عم نفكر بالبلد، وبذات الوقت عم نحط خطوات عملية من شان الأزمة اللي عم بتعاني منها بلدنا، اللي أزمة ما مرق فيها لبنان أبدا. هلأ الخطوات العملية اللي اليوم قام فيها المؤتمر هو أهم شيء تواجدنا من كل الطوائف، من كل المجالات، من كل المحلات بأوروبا بأمريكا، كل واحد بس عم بيصرخ صرخة للوطن عم بيقول نحن موجودين. واللي صار ما كتير مبسوطين منه، ما كتير مبسوطين، بس ما معناتها ما عنا أمل. بس هيدي صرخة، هيدي الصرخة اسمعوها يا اللبنانية الموجودين بلبنان، انه نحن ما تركينكم ونحن موجودين. ونحن منحب نقول كمان للدولة اللبنانية انه بليز عطونا اكتر، بدنا اكتر، عطونا امان لحتى نرجع نوثق بلبنان مثل قبل، ونرجع هيدا لبنان تبعنا، تبعكم، تبع الجميع. ولبنان ما بيموت، عكل هو طائر الفينق اللي حيرجع اكيد حيقوم. فان شاء الله نقدر كلياتنا نحن المستقلين اللبنانية من كل المحلات مشتاقين للبنان وعم نشتغل للبنان، وان شاء الله نقدر نعمل شيء. موفقين. هذا لقاء مهم لانه بيعزز يعني اواصر العلاقات بين لبنان المغترب ولبنان المقيم. لبنان المقيم اذا تعسر وتراجع وضعف، فلبنان المغترب بعده حي. ونحن هون لحتى يعني نتبادل وجهات النظر في موضوع كيف نوصل لحلول لأزمة لبنان. حلول أزمة لبنان تعني حل جزء من قضية العرب أجمعين، لأنه كل بلاد العربية متواصلة بعدها، كل مشاكل أي بلد عربي تنعكس على البلد العربي الآخر. ولذلك في هالمنتدى مش بس إجا لبنانيين، كمان إجا عرب. وهذا كمان بيعطي رسالة للمقيمين إن لبنان المغترب الاغترابي مش حينسى لبنان المقيم، ونحن على العهد وعلى التواصل الدائم، ونتأمل كل شيء خير. يعني هذا كل شيء بحب أقوله حول اللقاء هذا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قروش رشيدة رئيسة الجمعية قافلة تضامن المستقبل، ونفس الوقت ممثلة بعض المنظمات الشرقية والخليجية وبعض العلاقات الخارجية. اليوم كنت واجد في واحد المؤتمر اللي كان هائل جدا واستفدنا منه الكثير، وهو المتغربين بلبنان إن شاء الله اللي كانوا يحكوا مشاكلهم اللي صاير معهم، وشنو هو الدور، شنو هو الدور المغتربين اللبنانيين في بلدهم الأصلي. إن شاء الله كان مؤتمر هائل وكان في المستوى وكانوا ناس في القمة، وهذا شرف لي كبير كرئيسة المنظمة ورئيسة قافلة تضامن المستقبل بتواجد مع هاد الناس اللي في هذا المستوى. إن شاء الله نكون عند حسن. نحن هلأ ببلجيكا وجينا حضرنا لهوني من هولندا على أساس دعوة من الأستاذ مارون كرم لوضع لبنان. لبنان ما نعيشين فيه بس هو عيش فينا. لبنان محل ما خلق جدي وبلدي وأنا. صحيح بعدنا عنه 37 سنة سفر، ولكن بعده عايش فينا ورح يظل عايش فينا. جينا لنشوف بهالظرف الصعب شو نقدر نعمل نحن كمغتربين، وأكيد نقدر نعمل، ورح تكون إن شاء الله بعد هاللقاء في فريق عمل رح يشتغل ويحدد كل شيء رح نقدر نعمله. يعني بمعنى رح يكون في توصيات من بعد هالمؤتمر. إن شاء الله نكون نقدر نوصل الرسالة اللي نحن جايين من على أساسها، ونطمن كل اللبنانيين إنه ما تخافوا، نحن حدكم، ما تخافوا المغتربين نبتكم، لأنه أنتم جزء منا ونحن جزء منكم. وإن شاء الله إن شاء الله بيرجع لبنان على أحسن مكان، ونحن عنا الأمل الأكيد إنه رح يرجع أحسن مكان. أنا ملحم متى وعيش بهولندا من 37 سنة.